طبعاً في العهد الجديد الزواج ثانية للشخص البريء غير مدان، لكن مثل ما ذكرت بكررها ما كتبش الكتاب إذا مسموح أو غير مسموح، لأنه كل حالة خاصة محتاج أنك تشوف راعي الكنيسة اللي بيكلمك في هذا الموضوع. لكن خليني أحكي لك عن شريعة أهم. الشريعة الأهم هي شريعة المسيح. لما البيت بيكون مؤسس على الصخر، ولما بتكون في محبة إلهية، ولما فعلاً في غفران، وفي فعلاً رحمة ومسامحة، في إشي اسمه نعمة. فالمسيح علم عن الغفران وعلم عن التسامح، ومن منا لم يخطئ أحبائي؟ ومين منا مش محتاج للنعمة؟ لو مش محتاج للنعمة بطلت نعمة، لكن محتاجين للنعمة لأنه هذا عمل المسيح في حياة كل واحد منا. امشي على شريعة المسيح.